أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في ليلة الأمس أن عملية تفسير القرآن عملية معقدة تحتاج إلى مقدمات كثيرة، وذكرنا أن في القرآن آيات متشابهة، آيات تحتمل أكثر من معنى. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن حمال ذو وجوه. القرآن يحتمل عدة معاني، آيات القرآن ليست واضحة الدلالة، وإنما بعض آياتها مجملة في حد ذاتها تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى الرجوع إلى اللغة والرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. ولذا ذكرنا أنه ينبغي على المؤمنين أن لا يفسر القرآن برأيه، كما ذكرنا بعض الناس يفتح القرآن ويفسر. هذا كما قلنا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بل يجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، علماء التفسير المجتهدين الذي صرفوا حياتهم من أجل فهم القرآن، الذين بذلوا قصارى جهدهم حتى يفهموا القرآن. فعملية تفسير القرآن ليست عملية سهلة وهينة، وإنما عملية تستغرق الدراسة وتستغرق مقدمات كثيرة. هذا كله ذكرناه في ليلة أمس. وهنا قد يسأل سائل أنه كيف صارت بعض آيات أو كثير آيات القرآن متشابهة؟ ليش صارت متشابهة؟ كيف يعني؟ ألم ينزل الله عز وجل القرآن باللغة العربية؟ خو إحنا عرب، أنا عربي أفهم عربي، والقرآن عربي أفهم القرآن، أفتح القرآن وأفسر، فأين المشكلة؟ لماذا العملية تفسير القرآن عملية يعني تحتاج إلى دراسة، ويجب أن يعني نوكلها إلى العلماء والمجتهدين؟ لماذا هي عملية معقدة؟ هناك عدة عوامل عزائي. هذه الكم ليلة إن شاء الله أحب أن أفصل في هذا الأمر، أنه لماذا عملية تفسير القرآن عملية صعبة، عملية معقدة تحتاج إلى دراسة وتحقيق. هناك عدة عوامل، لكن إحدى العوامل التي تعقد عملية تفسير القرآن وجعلت من القرآن كتابا حمالا ذا وجوه كما قال أمير المؤمنين، وجعلت كثير من الآيات متشابهة، إحدى العوامل في ذلك هي في اللغة العربية نفسها. اللغة العربية أعزائي، اللي يفهم اللغة واللي دارس اللغة، لغة عميقة ولغة صعبة. واللي يعرف اللغتين مثلا اللغة العربية والإنجليزية يستطيع أن يشهد على ذلك، أن اللغة العربية أصعب بكثير من اللغة الإنجليزية، لأن اللغة العربية عميقة وصعبة. والقرآن الكريم طبعا باللغة العربية، وليس فقط نزل بهذه اللغة، وإنما نزل بأعلى مستوى من اللغة العربية، أعلى مستوى في الأدب وفي البلاغة وفي الفصاحة وفي البديع وفي المعاني. وما ذلك إلا لأن الله أراد أن يتحدى العرب. شوفوا، العرب في الجاهلية كما تعلمون كانوا في قمة البلاغة. إذا أنت تأخذ تاريخ العرب منذ مثلاً 2000 سنة إلى الآن، قمة العرب في الفصاحة والبلاغة كان في زمن الجاهلية. يعني الشعراء اللي عاشوا في زمن الجاهلية مثل امرؤ القيس، مثل لبيد بن أبي الربيعة، مثل ما أدري النابغة الذيباني وغيرهم، هؤلاء بعد ما لهم نظير. الأشعار التي كتبوها بعد ما صار لها نظير، إلا شيء نادر مثلا عندك المتنبي جاء وما أدري كم واحد غيره. وإلا إذا تلاحظ اللغة العربية من حيث الأدب،
من حيث الفصاحة القمة كانت هي في زمن الجاهلية. بعد الجاهلية صار شنو؟ قوس نزول بعد. لذا الآن أنت تشوف إحنا عربيتنا جدا متدنية. إحنا الآن إذا أجيب لك قصيدة من قصائد امرأ القيس أصلا ما نفهم، كأنه صيني، ما نفهم شو يقول هذا، الكنايات، البلاغة، المعاني ما نفهم، فشيء إجمالي نفهم، لأن إحنا ما عندنا تلك الفصاحة والبلاغة. وفي ذاك الزمن مو اللي دارس بالجامعة والبروفيسور، لا، كل الناس كانوا يعرفون الفصاحة والبلاغة. الطفل وهو عمره 9-10 سنين كان يرتجل الأشعار، أطفالهم كانوا شعراء، كانوا أدباء، كانوا فصحاء، لأن هكذا المجتمع كله كان الطفل يتربى مع هذه الأمور. ولذا إحنا عندنا في قضية الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر يقولون في مقتل الإمام الحسين أنه خرج غلام يمكن كان عمره 10 سنين 11 سنة وأراد أن يقاتل مع الحسين، وكان أبوه قد قتل وأمه كانت، هذا خرج، حينما خرج ارتجل هذه الأبيات. الارتجال أعزائي تدرون يعني شنو؟ الارتجال يعني واحد ما يحضر. الآن أنا أطلب من واحد تفضل أعطينا كلمة من دون تحضير، هذا يسمى ارتجال. العرب كانوا متمكنين من الشعر بحيث كانوا يرتجلون الأبيات والأشعار هكذا من دون تحضير، كان ينشد شعرا، شلون شعر بليغ. إحنا الآن لو نقعد شهر نحضر ما نقدر نكتب شعر كما كان يرتجل العرب في زمن الجاهلية حتى أطفالهم. خرج هذا الطفل وهو يرتجل: حسين أميري ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. شلون شعر جميل وما محضر طفل. ففي ذلك الزمن المجتمع كله كان بهذه الطريقة. الشعر عندهم العرب كان عندهم للتسلي وللترفيه، يعني إحدى وسائل الترفيه. شلون إحنا الآن واحد يعني إذا يريد مثلا يقضي وقت، أو مثلا يريد مثلا إحدى وسائل الترفيه، شلون مثلا يروح فيشينج، ما أدري، يروح يصطاد هنتينج، أو يقعد على الآيفون، أو يشوف التلفزيون، هذه كلها وسائل ترفيه، وسائل له. في ذلك الزمن وسائل له كانت ماذا؟ الشعر. واحد قاعد ما عنده شيء يقعد يكتب شعر، وبعدين يجتمع وكل واحد يعرض شعره، وتصير مفاخرة ومنافسة وما إلى ذلك. فالشعر عندهم كان من وسائل الترفيه. فإذا واحد طبيعي من كل يوم يتمرن كله شعر شعر شعر، ما عنده شغل إلا الشعر، إلا الفصاحة، إلا الأدب، طبيعي راح يصير مثل امرأة القيس وما إلى ذلك. فلأن كل حياتهم كانت تدور مدار الشعر. ومن القصص اللطيفة التي تروى أنه كان أكو سوق الجاهلية، كان أكو سوق اسمه سوق عكاظ، يمكن سامعين عنه. هذا كان سوق للبيع، يعني يبيعون بضاعة فيه. وأيضا كان أكو مكان مخصص في هذا السوق لماذا؟ للشعر. كان يجي واحد حكم شاعر أديب، يقعد حكم أو اثنين أو ثلاثة، ويجون الشعراء ويعرضون قصائدهم، بعدين يصير شنو؟ يصير مفاضلة، مفاخرة، منافسة، فهذا الحكم يقيم. هذا كان من الأمور المعروفة عند العرب. ومن القصص التي تنقل حتى واحد يعرف أنه كثر كانوا دقيقين هؤلاء العرب، حتى من واحد يعرف الدقة والأدب عندهم راح يعرف قدر القرآن اللي تحداهم وما استطاعوا أن يأتوا بسورة مثل القرآن. يعني القرآن ما تحدى ناس طبيعيين، ناس كانوا في قمة البلاغة. يقال أن حسان بن ثابت كان هو شاعر وصار بعدين من الأصحاب، أصحاب رسول الله. هذا الرجل حسان بن ثابت فديوم كتب له قصيدة هو كان جدا معجب بها، وكان شاعر وكان يتصور لهذه أفضل قصيدة، ولا يمكن لأحد أن يورد أي إشكال على قصيدته. فهذا حسان بن ثابت أجا إلى سوق عكاظ، والحكم حسب الرواية، في رواية أنه كان النابغة الذيباني، وشفت أيضا رواية يعني في التاريخ أنه لا، كانت الخنساء كانت هذه مرأة معروفة شاعرة. المهم فهذا إجا وقرأ قصيدته، أنا فقط أقرأ لكم المطلع لأنه هي طويلة. قال هذا البيت، وبهذا البيت أراد أن يعبر عن شيئين. راد يقول اللي أنا من قبيلة، اللي هذه القبيلة تتميز بخصلتين، الخصلة الأولى الكرم، كانوا يتفاخرون بالكرم، الخصلة الثانية الشجاعة. فشلون عبر عن هذا المعنى؟ قال هذا البيت، قال:
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. شنو يقول؟ يقول إحنا في قبيلتي لنا الجفنات، الجفنات يعني القدور اللي يطبخون فيها. إحنا عندنا جفنات يلمعن بالضحى، يعني اللي يجي يشوف إحنا عندنا قدور وطبخ، يعني إحنا كرماء. وبعدين شو يقول؟ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، يعني إحنا سيوفنا يقطر منه الدماء، أو تقطر منه الدماء، يعني إحنا أبطال نخوض المعارك. فهذا إجا وبعدين هم أكمل قصيدته، بس أنا فقط أقتصر على هذا المقدار. فهذا إجا طرح قصيدته، الحكم قال له أنت كلش معجب بهاي قصيدتك، واثق منها؟ قال له أنا أقدر أورد إشكال على كل كلمة من كلمات القصيدة. يعني شوفوا الدقة، وصلت أن كل كلمة كان باستطاعتك أنه تبدلها بكلمة أفصح وأبلغ. هو شعر جميل، ولكن أكو أبلغ منه؟ طبعاً أكو أبلغ منه. كل كلمة كان بإمكانك أن تبدله بكلمة أبلغ من ذلك. شلون؟ قال له أولاً قلت لنا الجفنات، أنت تريد أن تعبر عن كرم عظيم، فلازم الكلمات اللي تختارها تكون كلمات تعبر عن ذلك الكرم العظيم. أنت اخترت كلمة الجفنات. الجفنات جمع قلة، اللي دارس لغة عربية أكو نوعين من الجمع، أكو جمع قلة وجمع كثرة. جمع قلة ما بين 3 و7، جمع كثرة 10 فصاعدا. جفنات جمع قلة. أنت ليش قلت جفنات؟ شو تختار جفان؟ جفان جمع كثرة. أنت اللي تريد تقول إحنا كرماء، لا تقول عندنا جفنات يعني عندنا 5 قدور، مو هواية. قول لنا جفان يعني عشرات القدور، إحنا كرماء، مو فقط نطبخ قدر أو قدرين أو 4 قدور، وإنما عشرات القدور. فهاي الكلمة الأولى الجفنات كان لازم تقول بدالها جفان. ثانيا شنو قلت؟ قلت الغر، لنا الجفنات والغر. الغر شنو يعني؟ يعني البياض في الجبهة. البياض في الجبهة ليس يعني يؤدي عن ذلك المعنى العظيم، كان لازم تقول لنا الجفنا، لنا الجفان البيض، لأن البيض أكثر اتساعا وأعظم في تأدية المعنى. زين، بعد شنو قال؟ قال يلمعنا، كان لازم تقول بدال يلمعنا يشرقنا، لأن الإشراق أدوم وأكبر. قلت بالضحى، كان لازم تقول بالدجى، ليش؟ لأن الضحى يعني بالنهار، فإحنا أنت تقول اللي إحنا نطبخ بالنهار. بالنهار ماكو ضيوف كثيرين عند العرب، لأن الضيف كان يأتي في الليل يبيت ثم النهار يمشي، فأنت إذا تطبخ بالنهار من راح يأكله؟ إذا تريد تقول أنا كريم، قل أنا بالليل أطبخ. قل لنا جفان بيض يشرقنا في الدجى مو بالضحى. زين، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني قلت شنو؟ أسيافنا. أسيافنا مرة ثانية هذا شنو؟ هذا جمع قلة، كان لازم تقول سيوفنا، هذا جمع كثرة يعني أكثر سيوف، أنتوا أكبر وأكثر. قلت يقطرنا، شنو التقطير؟ قول يجرينا، قول يجرينا مو يقطرنا. بعدين قلت دماء، كان لازم تقول دماء. فكل وحدة من واستمرت يعني هاي شو اسمه، شوفوا القصيدة مذكورة البيت الثاني والثالث، على كل كلمة أشكلوا عليه. لا، وهذا منه؟ هذا مو واحد طبيعي، حسان بن ثابت. فشوفوا الدقة عند هؤلاء، وصلت إلى حد إذا أنت تكتب شعر على كل كلمة يورد إشكال، لأنه كانوا متمرسين، وصلوا القمة في البلاغة والفصاحة. الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن، أنزل القرآن الكريم وتحداهم، قال لهم أنتوا العرب اللي شايفين حالكم ماكو أحسن منكم باللغة والأدب والفصاحة، جيبوا لي سورة واحدة مثل هذا القرآن. ما قدروا سورة واحدة. حاولوا، صارت محاولات، ويقال أنه العرب اختاروا أفضل الشعراء حتى يتحدون القرآن، وسووا لجنة وقعدوا يكتبون إلى أن نزلت هذه الآية التي تتكلم عن الطوفان. وقلنا يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقلنا بعدا للقوم الظالمين. اللي هذه بعض العلماء يعتبرها من أفصح الآيات في القرآن الكريم. يقال أنه حينما نزلت هذه الآية ذولا خلاص قالوا يا أخي إحنا ما نقدر على القرآن، خلاص قالوا بطلوا، قالوا إحنا ما نقدر، فتركوا محاولتهم وباءوا بالفشل. فالقرآن تحدى هكذا أشخاص اللي كانوا في القمة في البلاغة، إذا هؤلاء ما استطاعوا أن يتحدوا القرآن، هذا شنو يدل؟ يدل على أن القرآن معجزة في بلاغته،
معجزة في فصاحته. فلذا ما لازم أنا أستهين بالقرآن، والله لأن أنا أتكلم عربي وين 1500 سنة عقب الجاهلية أنا أفهم القرآن؟ لا يا أخي، ما أفهم القرآن أنا هكذا. إحنا عربيتنا مع الأسف جدا متدنية، إلا اللي تشوفه رايح متخصص بالجامعة في بلادنا في اللغة العربية، وإلا أغلبنا لا يعرف فاعل مرفوع، لا يعرف مفعول به منصوب، دارس وناسي ما يعرف. شوف لذا من نقرأ الأدعية كله غلط بغلط، وأحيانا يستلزم الكفر، فرق بين فت فتحة وفت كسرة أو بين ضمة هي الإيمان والكفر. لأنه مثلا هذه الآية بعض الناس يقروها غلط، إنما يخشى الله، بعض الناس يقراها الله، إذا قلت الله صار كفر، يعني الله يخشى يعني الله يخاف. إحنا نريد نقول مو لي الله يخاف، الله المفعول به، يعني العلماء يخشون من الله. فإذا أنت تقول إنما يخشى الله صار كفر، قلت الله صار إيمان. زين إذا أنا ما دارس نحو راح أفهم هذه الأمور؟ إذا ما دارس صرف، ما دارس بلاغة، بديع معاني، أدب، شلون أستطيع أن أفسر القرآن؟ ولذا كثير من الأشخاص من المؤمنين يقولون أنه أنا من أفتح كتاب نهج البلاغة ما أفهم شيء. أنتوا الآن جربوا، روحوا فتحوا كتاب نهج، تفهمون شيء؟ أكثر ما راح تفهموا، لأن المعاني، الكنايات، البلاغة اللي موجودة في كلمات أمير المؤمنين مو في مستوانا، مو في مستوانا. فلذا القرآن الكريم أعزائي يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أن الفصاحة والبلاغة اللي موجودة في القرآن مو من شغل أي واحد أن يفهمها، هذا اللي رايح دارس فاهم، هذا اللي إلى حق يفسر. لذا أنتم إذا تجون إلى الحوزات العلمية أول كم سنة من الدراسة فقط يدرسوهم لغة عربية، حتى لو أنت عربي ما له ربط، سنتين ثلاث سنين فقط نحو صرف بلاغة أدب حتى تفهم القرآن والأحاديث. أنت شلون تصير عالم وما تفهم نهج البلاغة، ما تفهم آيات القرآن؟ لازم تميز بين الكنايات حقيقة والمجاز، تعرف معاني الكلمات. ثلاث أربع سنين الطلبة فقط يدرسوهم لغة عربية، هذه الأمور. فيجب أن لا نستهين بهذا الأمر وأن لا نتسرع في تفسير القرآن. طيب، أنا أذكر لكم بعض الأمثلة ليش، كيف صارت اللغة معقدة لعملية تفسير القرآن. أذكر لكم عدة أمثلة، اليوم أذكر لكم مثال الأول ونكمل إن شاء الله غدا. من الأمور التي يجب أن يعرفها الفقيه أو المفسر هو معاني الكلمات، الفوكابولوري مثل ما يسموه، معاني الكلمات لازم الفقيه والمفسر يعرفها. زين، يكفي أنه أنا أشيل معي كتاب المنجد، تعرفون أخو كتاب المنجد مثل ديكشنيري قاموس وأستعين به؟ لا، ما يفيد. ليش؟ لأنه لا يكفي أن تعرف معاني الكلمات في هذا الزمن، لازم تعرف معاني الكلمات في ذاك الزمن. شوفوا في زمن الجاهلية الكلمات بعضها كان لها معاني تختلف من الآن، الآن تغير بعض الكلمات، تغير معناها. وأعطيكم مثالية، هناك آية في القرآن الكريم تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية شو تقول؟ تقول أنه طعام أهل الكتاب المسيح واليهود، المسيحيين واليهود، طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. زين، بعض الأشخاص وحتى يعني بعض العلماء أقول وقع في هذا الاشتباه. كيف؟ استدل بهذه الآية على جواز لحوم الكفار، يجوز المسلم أن يأكل من لحوم الكفار. أنا الآن أروح إلى والمارت، زين، مسيحيين، أروح أشتري لحم دجاج أكله، وأستدل بهذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قول طعام بعد، طعام يشمل كل شيء، صحيح؟ لا. ليش؟ لأن الطعام يشمل اللحوم في هذا الزمن، أما إذا ترجع في زمن رسول الله في الجاهلية الطعام ما كان يشمل اللحوم. فهؤلاء لأنه لم يميزوا بين معاني الكلمات في زمننا وبين ذاك الزمن وقعوا في هذا الخلط. ولذا أنت إذا تروح إلى لسان العرب، أعطيكم هذا الدليل، لسان العرب كتاب معروف، إذا تروح تفتح كلمة الطعام شنو معنى كلمة الطعام؟ يقول إذا وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ يعني الطعام
عنوا به البر خاصة. إذا أهل الحجاز استعملوا كلمة الطعام مو يعني كل الأكل، يعني البر. البر شنو يعني؟ يعني الحنطة الشعير. ثم يقول: وقال الخليل، هذا كان من النحاة الكبار، العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة. يعني العرب الفصحاء من يقولون طعام هذا فقط البر، ما يشمل غير البر، ما يشمل اللحم. زين، فإحنا نجي الآن نشوف الطعام يشمل اللحم، نقول والله القرآن قال أنه اللحم يجوز تأكله إذا كان من أهل الكتاب. لكن وين الخلطة هنا؟ وين الاشتباه؟ أنت ما ميزت بين لغة هذا الزمن ولغة ذاك الزمن، فما يكفي أن والله أنا أعرف عربي، لازم تدرس تروح ترجع تحقق تشوف أنه هذه الكلمات في القرآن شنو كان معناها في زمن رسول الله في زمن الجاهلية. ولذا الطعام القرآن يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني الحبوبات كما ورد في الروايات. أيضا الروايات أكدت على هذا المعنى، الطعام هنا لا يشمل اللحوم، الحبوبات. هذا مثال. مثال آخر أعطيكم، بعض العلماء استدل على أن المشركين أنجاس، يعني شنو نجس؟ يعني إذا أنت قست المشرك إيدك تتنجس، لازم تطهرها قبل الصلاة. المشرك يعني مثل الهندوس وهؤلاء اللي يعبدون غير الله. زين، استدل بهذه الآية في القرآن الكريم، الله يقول: إنما المشركون نجس. واضحة مو؟ بعد يعني أوضح من هاي ماكو. إنما المشركون نجس، فقالوا القرآن قال المشركين نجسين. فإذا أنت قست النجس برطوبة مصرية لازم لازم تطهر نفسك قبل الصلاة. السيد الخوئي رحمة الله إجا قال: لا، هذا خلط. كلمة نجاسة وطهارة الشرعية اللي إحنا الآن نفهمها هذه مستحدثة. في زمن نزول القرآن النجاسة كان لها معنى آخر، مو هذا المعنى اللي لازم تروح تغسل إيدك قبل الصلاة. هذه بعدين صارت حقيقة شرعية، لعله في آخر زمن رسول الله أو في زمن أمير المؤمنين انتقل هذا اللفظ إلى هذا المعنى. وإلا حينما نزل القرآن النجاسة كان معناها شنو؟ القذارة المعنوية. يعني شلون نقول أنه فلان هذا مذنب، هذا نجس، يعني شنو؟ يعني هذا مثلا قد نجس نفسه بهذه القذارات، قذارة معنوية روحية. فكأن القرآن السيد الخويد يقول المشركين لأنه يعبدون غير الله فقد ماذا؟ فقد لوثوا أرواحهم بهذه العقيدة. هاي ما له دخل أنه النجس طاهر ماديا، ما له دخل، لأن كلمة نجس في ذاك الزمن ما كان معناها اللي الآن نفهمه. شوفوا، فكيف يجب أن نفرق بين الكلمات التي هي تؤدي أو تعطي معنى في هذا الزمن وبين معناها في ذلك الزمن. فعملية تفسير القرآن مو عملية سهلة. أنت الآن تفتح القرآن وتشوف هالكلمة، منو قال لك هاي الكلمة هي كانت على معناها في زمن رسول الله؟ لازم أروح أراجع أدرس. أو يا بعد اللي نحكي عنه عملية تفسير القرآن. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله بحثنا في ليلة غد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وأعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.